سلامات، من أي مكان عم بتتابعنا على هاي الأرض الجميلة؟ تعرف هذيك المرة عم بعمل ريفليكشن أو عم بتفكر بالرحلة الخاصة فيي، وقد إيه تغييرات مريت فيها، وإيش الأشياء اللي ساعدتني أتغير، وإيش الأشياء اللي ساعدت الناس تتغير في الأشياء اللي بشاركهم إياها. وهلأ صار عندي قناعة بقدر أحكي إنه شبه مطلقة، إنه واحد من أسرع الطرق اللي تغير حياة البني آدم، اللي زي كأنه تعمل هاك للسيستم، تعمل اختراق للنظام السايكولوجي تاعهم، بتلخص بكلمة واحدة: الاستقبال. هاي الكلمة ما كانت من الكلمات اللي كبيرة بذهني، ولا إني أنا من عشرات السنين بفكر فيها، ولكن بمرحلة معينة من التطور بلشت هاي الكلمة ترند داخل ذهني. فلما بلشت أحاول أشوف الناس شو بيحكوا عن الاستقبال، بلشت ألاحظ إنه ما في أبحاث عنها، ما في ناس بيحكوا عن الاستقبال، خصوصا في عالم الوعي، في عالم التطور. لذلك أنا بحكي هو من أكثر المفاهيم المظلومة. فأخذت على عاتقي إني أنا أدخل فيها بعمق أكثر، أعتمد على إلهامات أعمق، أعتمد على فتوحات ربانية أكثر في هذا المجال. واللي بلشت أشوفه فعليا وحرفيا أن الاستقبال هو الثورة الحقيقية اللي بتغير النفس الإنسانية من مستوى وعي لمستوى وعي تاني، يعني زي كأنك تلعب ملعب وبتروح على ملعب تاني. ليش عم بحكي هاي الشغلة؟ بس قبل ما أقول لك ليه عم بحكي هاي الشغلة، خليني أوضح معنى الاستقبال، لأنه غالب الناس لما تسمع كلمة استقبال دغري بيروح ذهنها على أستقبل شيء من الخارج، يعني واحد يعطيني مديح أستقبله، حدا يعطيني هدية أستقبلها. أول إشي هذا الشكل سطحي جدا 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 من الاستقبال، يعني إحنا بنحكي على نقطة في بحر الاستقبال. شغلة تانية، هذا النوع من الاستقبال هو نتيجة للتغيرات الداخلية في قدرتك كمستقبل، يعني أنت كل ما تتوسع في قدرتك كمستقبل طبيعياً راح تصير تستقبل المديح أكثر، طبيعياً راح تصير تستقبل الهدايا أكثر، وراح تصير تميز إمتى الهدايا بتكون من مكان صادق وإمتى بتنحط زي كأنه هوك، زي كأنه خطاف، فبرضو قدرتك على التمييز راح تزيد. بس أنا المعنى الحقيقي اللي أنا عم بحكي عن الاستقبال أكبر من هيك وأضخم من هيك. أنا بحكي عن استقبال من المصدر مباشرة، من المصدر الكريم اللامحدود مباشرة. هلأ ليش هذا الاشي بغير حياتك؟ لأنه غالب الناس الطريقة اللي بتمشي فيها بالحياة بتروح بتبحث عن الأمور اللي بدها إياها، على رغباتها في العالم الخارجي، وبتصير تحول البشر، المؤسسات، كأنها هي مصدر التغذية تاعتها، مش المصدر الخالق هو أساس التغذية ومصدر التغذية. خليني أوضح شو قصدي بهذا الشيء. لما تسأل الناس تقول له بتحب فرص أكتر في حياتك أو تفتح لك فرص أكتر بحياتك، أول شيء بخطر لهم فرص عن طريق مين؟ مين بده يفتح لي فرص؟ يمكن البلد تاعتي ما فيها فرص كفاية، يمكن الشركة بشتغل فيها ما فيها فرص كفاية، يمكن المكان اللي بدي أروحه ما فيه فرص كفاية. فدغري بيروح ذهنهم لمنطقة محدودة وبحطوا القوة تاعتهم في إيدين بشر أو بحطوها في إيدين مؤسسات، لذلك بكونوا مستضعفين على الأرض، مش ممكنين تمكين حقيقي على الأرض. الاستقبال بغير مفهومك تماما، بأنك تكون واعي إنه أي شيء بتبحث عنه في منه كميات لا محدودة، لأنه عنصر الخلق وقدرة الخلق لا محدودة. فبدأ ما تحكي مين رح يعطيني الفرص، رح تصير واعي إنه في فرص حواليك لا محدودة طول الوقت، حتى لو المكان اللي أنت فيه ما بيبين إنه في فرص، أنت بتستقبل أعلى من المكان، أنت بتستقبل أعلى من الزمان، أنت واعي إنه في العمق في فرص لا محدودة أكبر حتى من البلد اللي أنت فيها، وأنت بتفتح نفسك تستقبل هاي الفرص من المصدر مباشرة. ولما تستقبلها أكثر رح تصير تنتبه على الأمور اللي حواليك اللي ما كنت شايفة فرص، ورح تصير تنتبه على أبواب لفرص يمكن أنت ما كنت تنتبه عليها، وبرضو بالتأكيد رح يصير عندك فتوحات لفرص جديدة. فلما أنت تفهم مبدأ الاستقبال اللي بحكي عنه، رح تصير علاقتك مع الخالق مباشرة، ورح تصير علاقتك مع الحياة علاقة وفرة، لأنك فاهم أنت ما بتدور على الأشياء في عند البشر،
ولا عند المؤسسات ولا بصورة محدودة. هل معناته ما في بشر رح يفتح لك فرص؟ لا أكيد ممكن، ولكن هو رح يكون سبب، بس أنت ما بتحطه هو المصدر اللي بتيجي منه التغذية. مثال تاني، الناس اللي بيدوروا على الحب، هل في حب بالحياة؟ هل في حب كفاية؟ بعدين يبلشوا يدخلوا بمعتقدات تانية، الرجال مناح البنات مش مناح، ما في رجال مناح ما في بنات مناح، زمن الرجال مناح ولا زمن البنات المناح ولا، وبصير يدخلوا في ذهنية شح وشح وشح، لحد ما يوصل مرحلة، واسمح لي أحكي هاي الكلمة، بصيروا شحادين بالحياة. الشخص الفاهم معنى الاستقبال الحقيقي بكون عارف إنه في محبة لا محدودة مطلقة موجودة حواليك الآن في كل ذرة من الكون، لأنه أساس الخلق طالع من الحب. والسؤال بصير كم بقدر أوسع نفسي لأستقبل من المحبة اللي موجود حوالي طول الوقت؟ كم بقدر أوسع من نفسي لأستقبل من المحبة اللي موجودة طول الوقت؟ كم بقدر أوسع من نفسي لأستقبل المحبة الموجودة حوالي طول الوقت؟ أو بقدر أوسع من نفسي أعلى من أعلى حد عندها حتى أستقبل المحبة اللي موجودة طول الوقت؟ فمفهوم الاستقبال اللي بحكي عنه بذكرك تذكير روحي وذهني ومادي انك انت عم تتعامل مع مصدر لا محدود، وعنصر الخلق عنده لا محدود، بمعنى شو ما استقبلت منه لا بقل ولا بزيد. استقبلت محبة ما رح تقل المحبة، استقبلت رزق ما رح يقل الرزق، استقبلت فرص ما رح تقل الفرص، استقبلت مال ما رح يقل المال، لانك انت بتتعامل مع مصدر الابتكار اللي هو بيعمل قيمة وبيطلع اموال. فمفهوم الاستقبال اللي عم بحكي عنه قادر انه يخلق ثورة في كل حياتك، لانك انت عم بتغير تركيبتك الذهنية من انك تتطلع على العالم الخارجي انه مصدر التغذية لترجع تأخذها من الخالق. فوقتها ببطل السؤال هل في كفاية ولا لا، السؤال بصير قدي انا وسعت نفسي لأستقبل، قدي أنا وسعت نفسي لأستقبل، قدي أنا وسعت نفسي لأستقبل. وحدود نفسك هي مش حدود متحجرة، هي قابلة على التوسع أكثر وأكثر وأكثر إلى لا منتهى. فأنت بتتعامل مع مصدر لا محدود، عم تتعامل مع نفس قابلة للتمدد، وعم تتعامل مع عناصر موجودة بوفرة لا محدودة، شو ما أخذت منها وشو ما استقبلت منها لا بتقل ولا بتزيد. هذا الفهم هو فهم ثوري، أنا ما بحكي تفهمها منتلي، تفهمها بس ذهنياً كأنها جملة بتحكيها لحالك، أنا بحكي تفهم الحياة من هذا العمق رح يغير كل معالم واقعك، لأنك ما رح تصير شحاد للمحبة، ما رح تصير شحاد للرزق، ما رح تصير شحاد للاتصال، ما رح تصير شحاد للفرص، رح تعرف أنه كلهم موجودين بكميات مطلقة لا محدودة. انت هيك بتخترق نظام الشح البشري، نظام القلة في السايكولوجيا الإنسانية، وبتفتح لوفرة مطلقة رح تغير كل تفاصيل حياتك من بدايتها لنهايتها. هون رح تتذكر ميراثك الكوني الحقيقي، رح تعرف حقك الحقيقي. ومش بس هيك، الشكوك اللي عندك إياها لما تبلش تتوجه باتجاه هدف معين، بدي حب أكتر، بدي رزق أكتر، بدي كذا أكتر، اللي بتحكي هل انت بتستاهل ولا ما بتستاهل، كلياتها رح تبلش تنجلي، لانه رح يبطل النقاش انت بتستاهل او ما بتستاهل، بتستحق ولا ما بتستحق، رح يصير النقاش قدي انت وسعت من نفسك لتستقبل من الشيء المتاح لك، من اللامحدود المتاح لك ومتاح لكل كائن على الارض. فنوعية اسئلتك رح تختلف، توجهك الفكري رح يختلف، فهمك لذاتك رح تختلف، حتى نوعية تعاملك مع المقيدات والمعتقدات المعيقة بالعقل اللاواعي رح تختلف، رح تبطل انا بستاهل ولا ما بستاهل، رح تصير شو الشيء بوقفني أوسع، ليه أنا خايف أوسع، وقدي بقدر أوسع، ومرحلة القادمة بالتطور بالتوسعة النفسية للاستقبال قدي بقدر أمدها وأزيدها. فحتى نوعية المقيدات اللي رح تظهر لك مختلفة، من كواليتي، من نوعية مختلفة، مش الأشياء اللي غالب الناس بتضلها علقانة فيها، بستاهل ما بستاهل، في ما في، اللي هي منتاليتي أو ذهنية الشح والقلة اللي دائما بتقول لك المصدر محدود، مصدر التغذية محدود، أنت بتستاهل، أنت ما بتستاهل، والألعاب الشيطانية والإيجو في هذا المكان كتيرة، فمش من السهل انك تخترقها. الاستقبال رح يغير المعادلة تماما تماما
تماما. لذا أنا مؤمن إيمان كامل أن الاستقبال هي الثورة القادمة في الجنس البشري، هي الثورة القادمة في حياتك. هذا الشيء اختبرته في حياتي، اختبرته مع الناس اللي شاركتهم على الاستقبال، وواعي 100% قدي رح يأثر عليك، لأنه هي نقلة مش بس بمعتقد ومعتقدين، هي نقلة في المنظور العام اللي بتشوف فيه الحياة وخالق الحياة. لذلك أنا حاب أغوص معاك في حوار أكثر على الاستقبال، حاب أحكي من قلبي لقلبك عن الاستقبال، حاب نفتح مساحة نحكي فيها بعمق رهيب عن الاستقبال، حتى أشاركك أسرار أنا ما شفت ولا واحد بشاركها عن الاستقبال. هذا الموضوع مش موضوع رائج، وما رح تلاقي ناس كتير بيحكوا عليه، وإذا ناس بيحكوا عليه رح تلاقي للأسف في طريقة سطحية. هل أنا عم بحاول أنتقص من الناس؟ لا، كل واحد له طريقه، وربنا يسرني أني أفتح للناس فهم أعمق على الاستقبال، وهذا الإشي بدي أساعدك فيه. لذا عملت رح أعمل محاضرة مباشرة، رح أكون لايف فيها، أطلع مباشرة، حاضرة مجانية مباشرة، أحكي لك أسرار رهيبة بالاستقبال، أشاركها من قلبي لقلبك، وبنهاية المحاضرة رح أحكي عن كورس عاملينه اسمه كنز الاستقبال. سواء بدك الكورس أو ما بدك هذا موضوع تاني، اللي بهمني بداية أنك تأخذ هاي المحاضرة لأنها متاحة لك، تأخذ النفع الرهيب اللي فيها. هذا الإشي اللي اسمه استقبال، هذا المفهوم اللي اسمه استقبال لمسني في أعماق قلبي، في أعماق روحي، وغير مش بس فكري، غير طموحي للحياة، حتى طموحي الروحي تغير، فهمي وسعي طريقة اللي بفكر فيها تغيرت، وبدي أنقل هاي التجربة الباطنية العميقة إليك بأجمل وأحلى وأرقى طريقة ممكنة. لذا رح أطلب منك من أخلى أخوه من أخلى أخته، روح سجل بالمحاضرة المجانية، رح تكون 9/3، محطوط الوقت، تفاصيل الوقت رح تلاقيها جوا، فروح وسجل فيها الآن، ورح تدعي لي بالنفع اللي رح تلاقيه. وسلام.